أعلنت الحكومة المحلية بقضاء دجيل عن مباشرة الشركة المنفذة لتطوير وتأهيل الطريق الرئيسي ضمن خطة صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة وبمواصفات عمرانية حديثة تنسجم مع تاريخ وحضارة القضاء. الزميل فاضل الأنصاري يوافينا بالتفاصيل. أعلنت الحكومة المحلية بقضاء الدجيل عن مباشرة الشركة المنفذة لتطوير وتأهيل الطريق الرئيسي ضمن خطة صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة وبلمسات عمرانية حديثة تنسجم مع تاريخ وحضارة مدينة الدجيل. توجيه مباشر من قبل السيد محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر خليل تتابع الحكومة المحلية في قضاء الدجيل الأعمال في مشروع إعادة تأهيل وتطوير شارع الدجيل الرئيسي من تقاطع مركز الحسين باتجاه السيطرة الشمالية. المشروع هو من مشاريع الممولة من قبل صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة برعاية مباشرة من قبل السيد محافظ صلاح الدين. تم إحالة المشروع إلى شركة شمس الشرق للمقاولات العامة. المشروع المنفذ جاء مكملا للمراحل العمرانية التي شهدها الطريق الرئيسي والذي يبدأ من تقاطع الشهداء وصولا إلى المدينة القديمة، متضمنا عدة مراحل عمرانية لإضفاء جمالية ومعالم حديثة تواكب التطور الحاصل في الجانب العمراني. نثمن جهود السيد محافظ صلاح الدين بجلب هكذا مشاريع إلى قضاء الدجيل وانطلاق حملة عمارية كبرى في هذا القضاء، وهذا المشروع من ضمن مشاريع صندوق الإعمار، وهو مشروع مهم جدا إلى قضاء الدجيل لأنه يتضمن عدة أعمال للبنى التحتية، منها أعمال تصريف مياه الأمطار، أعمال مياه الشرب، خطوط مياه الشرب جديدة، إضافة إلى أعمال أرصفة من البازلت. تقوم شركة شمس الشرق للمقاولات العامة المحدودة بتطوير شارع الدجيل الرئيسي من حي الحسين الصحي باتجاه السيطرة الشمالية، وهذا المشروع محال من صندوق إعادة الإعمار ومتابعة ميدانية من الكوادر الهندسية للمشروع والفنية. والمشروع في عدة فقرات تطوير جميع الشارع. جهود عمرانية متواصلة شرعت بتنفيذها الجهات المعنية من أجل تحسين الواقع الخدمي وتقديم خدمات مميزة للمواطن. لقناة صلاح الدين الفضائية فضل أنصاري، قضاء دجيل.